انا بشهادة الجامعة جميلة ومن عيلة، لكن ما كنتش اعرف ان جمالي هيبقى هو سبب تعاستي. راجعة من عند أمي وبحط المفتاح في باب الشقة وبفتح شقتي، لقيت أخو جوزي واقف في أوضة نومي وفاتح دولابي وماسك في يديه هدومي الخاصة. ساعتها اتصدمت وما بقتش فاهمة ايه المنظر ده. أنا المفروض إني كنت عند أمي، ايه اللي دخله شقتي من غير ما يكون في أحد؟ أنا بنت عايشة في أرقى مكان في مصر، أو كنت عايشة في أرقى مكان في مصر مع أهلي، بنت ناس بمعنى الكلمة. دخلت الجامعة الأمريكية وبشهادة الجميع أنا كنت فعلا بنت حلوة، ومش دي شهادتي بس، ده كل الناس كانت بتقول عليا كده، كانت ملامحي ملامح أوروبية. دخلت الجامعة الأمريكية كنت طول عمري حاسة أني مميزة، مفيش حد زيي. ما كنتش أعرف إن مميزاتي دي هي اللي هتكون سبب تعاستي وغلبي. دخلت الجامعة الأمريكية لحد ما اتعرفت على ناس كتير وصحاب كتير، بس كان فيهم شخص مختلف، شخص عقليته مختلفة بمعنى الكلمة غير كل الناس اللي هناك، حد متفوق جدا، محدد هدفه لكن تفكيره راجع شوية. بيني وبينكم لفت نظري، حسيت انه غريب، كان اتراكتف جدا بالنسبة لي، لقيت نفسي بتشدله غصب عني، وابتدينا نتعرف لحد ما فعلا ارتبطنا. عرفت انه هو من الصعيد، من عيلة كبيرة جدا في الصعيد، ابوه تقريبا عمدة البلد، ناس مرتاحين جدا ماديا زينا بالظبط، بس كان في اختلاف كبير جدا في التفكير، وكان في اختلاف جدا في الثقافة، بس أنا ما همنيش، عجبني أسلوبه وطريقته، غيرته، حمشنته، كنت بحس فيه حاجات مختلفة عن اللي أنا اتربيت عليه، وغصب عني اتشدت له هو كمان، واعترف لي إن هو بيحبني، وقال لي إن هو عايز يدخل البيت من بابه لأنه ملوش في اللف والدوران. احترمته أكتر، لأني ما اكدبش عليكم قبله كان ليا علاقات كتير، وكانت ناس كلها بتحب تهزر وتضحك، وفعلا رحت قلت لأهلي ورحبوا جدا، مع إن أمي لفتت نظري وقالت لي يا بنتي طالما قلت إنه مش صعيد يبقى حد دمه حامي، وساعتها في حاجات كتير في حياتك هتتغير. قلت وماله، ما تتغير، وفعلا خليته يجي يقابل أهلي، واتفقنا على كل حاجة، وجي الوقت اللي هتعرف فيه على أهله. أول ما شفت أهله كانت صدمة حضارية شوية، مش عشان هم وحشين، بس لبسهم مش لبسنا، رغم انهم باين انهم لابسين ماركات وحاجات غالية جدا، بس الوان كانت غريبة شوية، طريقتهم كانت غريبة شوية، بس من كتر ما هم طيبين نسيت كل ده، وحسيت ان انا حاسة معهم بدفى يمكن ما حسيتوش مع اهلي، وقعدت اقنع نفسي ان الحياة اللي جاية هتبقى اجمل بكتير. والحمد لله اتخطبنا وقعدنا 6 شهور مخطوبين، وهم اخر ترم لينا في الجامعه. طبعا ابوه كان معامل له كل حاجه، وما كانش مستني اي حاجه ولا مستني اي حاجه تخليه انه يعطل نفسه عن الجواز، وربنا كرمنا واتجوزنا، وقرر ان هو ياخدني عشان اعيش معاهم في البلد. هنا كانت صدمه شويه، لان قعدت اقنعه كتير ان احنا نعيش في القاهره، لكن هو قال لي لا، انا ابويا ما اقدرش اسيبه، احنا يا دوبك 3 ولاد ولازم نكون مع بعض ايد واحده، وما نقدرش نسيب ابونا ولا نبعد عنه، ده ابونا يجرى له حاجه. وقعد يقنعني كتير وقال لي قد ايه الجو لطيف وانه مش هيحرمني من عيلتي، واي وقت احب انزل انا ممكن انزل بكل سهوله. حسيت انه جو لطيف وعايزه اروح اجربه، رحت فعلا واتجوزت هناك. بس من ساعه ما دخلت البلد وانا حاسه ان انا مختلفه، الناس بتبص لي بصات مختلفه، كل الناس بيحسسوني ان انا اجنبيه، بيبصوا لي اول ما انزل في الشارع بصات غريبه، والاقي دي بتقول لي دي بصي بصي، حاجات غريبه جدا عمري ما قابلتها قبل كده، لدرجه اني كنت مره ماشيه لقيت واحد بيمشي ورايا وفتح الكاميرا وعمال يصورني، رغم اني غيرت ستايل لبسي بشكل كبير جدا. وفي مره قعدت كنت بتعامل عادي مع الناس، لكن الناس طول الوقت ما بتتعاملش معايا عادي، الناس طول الوقت بتطلب مني طلبات غريبة، حتى لما بشتري حاجة دايما يبالغوا في سعرها، دايما ما يدوهاش بالسعر الأساسي. كنت بحس إن أنا مش لاقية نفسي في المكان، بس أقول مش مهم، وقعدت أقول لزوجي إن أنا مش مرتاحة وخلينا نرجع، لكن هو قال لي الموضوع ده مستحيل وما تفكريش فيه تاني. المهم سلايفي نفسهم كانت طريقة تعاملهم معايا غريبة، طيبين وحنينين وكويسين جدا معايا، بس طول الوقت شايفين ان انا النموذج، طول الوقت يقولوا لي
هو ايه اللي انت حاطاه فوقاني كده؟ هو انت عامله شعرك ازاي كده؟ هو انت ازاي عامله الميك اب بالطريقه دي؟ اسئله ما بتخلص. كنت بفرح واقول لهم كل اللي انتوا عايزينه انا هعلمه لكم، وكنت فعلا بحاول اجتهد واعلمهم كل حاجه، لدرجه ان واحده منهم قالت لي بصي بقى يا بنت الناس، لا تعلمينا كل كبيره وصغيره، لا اما تاخدي بعضك وتروحي تعيشي في القاهره تاني، انت بسببك بيوتنا هتتخرب. خدت الكلام بهزار وقلت لهم اللي انتوا عايزينه انا هعمله لكم، وفعلا بقيت اعمل كل اللي هم عايزينه على قد ما اقدر. وجوزي كان فيه عيب خطير جدا، ما كانش بيتبل في بقه فوله زي ما بيقولوا، اي حاجه بيروح يحكيها. وطبعا هو كان متباهي جدا بيا في البلد كلها، كان دايما يحب يمشي بيا ويرفع راسه قوي عشان يعرفهم بصوا انا اتجوزت مين، خاصه ان هو الوحيد اللي اتجوز بنت من القاهره. كنت مبسوطه في ده في الاول لحد ما لقيت جوزي بيحكي ادق تفاصيل حياتنا، والاقي سلايفي بيحكولي ويقولولي ان جوزي حكى لجوازهم حاجات دقيقه جدا في حياتنا، وان جوازهم بيروحوا يطلبوا منهم حاجات هما مش عارفين يعملوها. انا طبعا كان ذوقي مختلف في اللبس عنهم، حتى في هدومي الخاصه كنت بلبس حاجات معينه هما ما بيعرفوش يجيبوها، وكانوا دايما يقعدوا يقولوا لي ممكن تورينا انت بتجيبي ايه، ممكن تورينا انت ده ازاي بتجيبيه. كنت طبعا اقول لهم مفيش مشكله اوريهم، بس انا بحب ابقى مميزه، فما كنتش بقول لهم انا بجيبه منين، دايما اوعدهم وعود ان انا حاضر هاخدكم واجيب لكم، لكن في الاخر ما كنتش بوريهم حاجه ولا بجيب لهم حاجه. اصلا انا لازم ابقى مختلفه، لازم يبقى ليا الحته بتاعتي. انا بساعدهم يبقوا احلى، بساعدهم انهم يتجملوا، لكن برضو انا لازم ابقى المميزه اللي فيهم. عدت الايام وكنت مبسوطه، وساعات بتخانق واقول انا ايه اللي جابني هنا، لكن اهي كانت بتعدي لحد ما فات سنتين على جوازنا. وفي مره قلت له انا عايزه انزل القاهره عشان اشوف ماما، هو ما اعترضش وقال لي براحتك، وكان عنده سواق خاص بيوديني وبيجيبني. واحنا على الطريق كلمت ماما وعرفت انها مش موجوده وراحت عند اخويا. ساعتها قلت لها ده انا كنت ناوي اعمل لك مفاجاه وجايه لك النهارده، وقلت للسواق لف وارجع تاني، للاسف ماما مش في البيت. وفعلا رجعت، هم طبعا كانوا فاكريني ان انا خلاص سافرت واقل واجب هقعد اسبوع. رجعت فجاه وبحط المفتاح في باب الشقه وبفتح، لقيت اخو جوزي واقف في اوضه النوم وفتح دولابي وماسك هدومي الخاصه. ساعتها صعقت من المنظر، قلت له انت ايه اللي بتعمله ده؟ ايه اللي موقفك هنا؟ لقيته اتلجلج ورمى الهدوم في الارض وقال لي ما تفهمنيش غلط، ما تفهمنيش غلط ووطي صوتك وانا افهمك كل حاجه. قلت له هتفهمني ايه؟ ايه اللي دخلك بيتي وانا مش موجوده؟ واكيد دي مش اول مره، اكيد اتكررت 100 مره، مين اصلا اللي معاه مفتاح شقتي؟ قال لي اهدي وانا هفهمك كل حاجه، بس استوري عليا، لو حد عارف ان انا جيب بيتك في غيابك هتبقى مصيبه في حقي، مش في حق انا بس، في حقي وفي حق جوزك وفي حق ابويا وفي حق الناس كلها. قلت له احكي لي. قال لي اولا انا طلعت نسخه على المفتاح من النسخه اللي انت سايباها لحماتك، انا عملت كده لاني كنت عايز مراتي تبقى زيك، انا جوزك على طول بيفضل يحكي لنا وبيقول لنا قد ايه انت مالكيش زيي، بنحس في عينين بساط احنا مش عارفين نعيشه، بنحس انه مختلف من يوم ما اتجوزك. قعدت انا واخويا نقول لنفسي ليه ما عملناش زيه؟ ليه ما اخترناش حد غير البنات اللي احنا اخترناها؟ مش عشان هم وحشين لا سمح الله، هم زي الفل وبيعملوا لنا كل حاجه ترضينا، لكن احنا بنشوف في عينينا اخونا سعاده عمرنا ما عشناها، كان دايما بيحكي لنا على ادق التفاصيل اللي بينك وبينه، كان بيقول لنا قد ايه انت بتلبسي لبس مختلف، قد ايه بتدلعي بطريقه مختلفه، قد ايه الحاجات اللي انت بتلبسيها ما بنلاقيهاش في حاجات كتير ولا حتى مراتاتنا يعرفوا يجيبوها. عشان كده قلت لمراتي ابقي اطلعي وخدي منها، بس هي قالت لي انها طلبت منك كتير، وانت قلت لها انا ما بحبش حد يلبس لبسي، وحتى لما طلبت تعرف الاماكن اللي انت بتشتري منها ما رضيتيش تقولي لها، قلت لها اطلعي من وراها لما تروح عند امها وجيبي الحاجات دي وقسيها قدامي، عايزه اشوفها عليكي هتبقى حلوه ولا لا، وساعتها هقلب الدنيا عشان اجيب لك زيها. لكن مراتي رفضت وقالت لي انا ماليش دعوه يا اخويا، فعشان كده انا خدت المفتاح وحبيت ان انا اطلع اخد اي حاجه من دولابك ومراتي تقيسها، ولو كانت حلوه عليها كنت قلبت الدنيا عشان اجيب لها زيها. هو ده القصه وما فيها. ساعتها انا ما بقتش عارفه اقول ايه، انا بقت بصله ومستغربه ايه البجاحه دي، وانا ايش ضمني ان كلامك حقيقي، ما يمكن ياما عملت كده
ما يمكن بتطلعوا تاخدوا اي حاجه من شقتي من ورايا. اتجننت رغم ان كان بيتهم كبير وكان بيتهم يجنن، لكن فعلا حسيت ان انا هقول لجوزي، يعني هقول لجوزي. نزلت بسرعه ورحت لحماتي وقلت لها. حماتي قعدت تهديني وتقول لي معلش يا بنتي، هو غلط يا بنتي، اوعي تقولي لجوزك عشان ما توعقيش الاخوات في بعضها يا بنتي، انت طول عمرك مختلفه عننا وعاداتك وتقاليدك غير عاداتنا وتقاليدنا، ارجوكي اسكتي وعمره ما هيكررها تاني. وفضلت كتير قوي تتحايل عليا لدرجه ان انا فعلا اضطريت اني اسكت، بس كان لازم اقول لمراته واعرفها ان انا شفته بعيني وهو جوه شقتي واوضه نومي. الغريبه لما رحت قلت لمراته لقيتها ما اتفاجئتش اصلا، ولقيتها بتقول لي يخرب بيته هو برضه نفذ اللي كان ناوي عليه ده، لما قال لي وقلت له يا ابني بلاش وانا عن نفسي مش هعمل كده، برضه طلع الشقه عشان يجيب قمصان النوم. ساعتها اتفرست قوي وحسيت ان الناس دي ما كانتش شبهي اصلا، انا ايه اللي جابني هنا؟ ايه اللي رماني على الجوازه دي؟ هم معاهم فلوس ويمكن اكتر من اللي معانا، لكن في فرق في الثقافه، انا مش لاقيه نفسي في وسطهم، وحاسه ان دي الحجه اللي بيها لو قلتها لجوزي هينقلني القاهرة وهعيش تاني جنب أمي في المكان الراقي اللي كنت عايشة فيه. عشان كده أنا محتارة، أسمع كلام حماتي واسكت وارضى وعيش، ولا انتهزها فرصة واجري أقول لجوزي وساعتها الدنيا ممكن تتقلب واخسر حماتي العمر كله، بس ممكن أكسب إن أعيش في القاهرة جنب أمي. دي المشكلة اللي جات لي، مشكلة غريبة غريبة بجد. طبعا دايما بنحكي وبنقول يا جماعه اختلاف الثقافات، احنا ما بنتكلمش في ماديات بس، الجواز مش بس الحب هو الدعم الاساسي فيه، الجواز عايز له حاجات كتير قوي عشان يعيش، عايز تكافؤ اجتماعي وتكافؤ مادي وثقافي. ادي هي اتجوزت ناس تقريبا ربنا فاتحها عليهم ومعاهم فلوس، لكن هنا في اختلاف في المستوى الثقافي، وده ما يعيبش في اي حد من القرى او الصعيد، دول اهالينا وعلى راسنا، لكن لازم نبقى شبه بعض عشان ما يحصلش اللي حصل ده، عشان لما تمشي في شوارعهم ما يشوفوهاش أجنبية ويقعدوا يصوروها زي ما هي حكت. طبعا دلوقتي لو سمحتي ما تنتهزيش الفرصة عشان تحققي أغراض كانت عندك، لأن ده حرام شرعا. ما ينفعش تاخدي الفرصة اللي حصلت دي عشان عايزة تتنقلي القاهرة فتقولي يلا بقى أسخن الدنيا وولعها. طب افرض حصل مصيبة، افرض الإخوات مسكوا ببعض وواحد فيهم بجد تطول على التاني او خسر التاني، ما ينفعش انك تعملي كده، خاصه ان انت قلتي ان طول فتره عشرتك ليهم هم ناس طيبين وبيعاملوكي بما يرضي الله، حماتك كمان اترجتك، فلازم تعملي احترام للست الكبيره اللي اترجتك وقالت لك عشان خاطر يا بنتي ما ينفعش انك تقولي وتوقعي الاخوات في بعض. فلحد هنا خلاص الموضوع انتهى، انت بقى عايزه ترجعي تعيشي في القاهره، دي قصتك انت اللي حاربي عليها، وقعدي قولي له قد انك مش مرتاحه، انت لازم ترجعي جنب مامتك، ده هيفيدك في حاجات كتير، هيفيدك بعد كده لو ربنا رزقك باطفال، امك اللي هتبقى جنبك وهتساعدك فيهم، قولي له كل الكلام اللي ممكن يقنعه انك تنقلي. لكن محدش يا جماعه ينتهز فرصه عشان خاطر بيها يحقق غرض، وممكن من الغرض ده يكون في شر لناس تانية او يسبب شر، خاصه انك انت جيتي المكان ده بارادتك وكنت حابه تجربي. تاني حاجه احب اقولها لكل البنات، حافظوا على التكافؤ الاجتماعي والثقافي والمادي، ما يعجبكوش الموضوع في الاول وبعد كده نتصدم بالواقع. مش عايزه تتجوزي من البدايه ببيت عيله قولي لا، مش عايزه تتجوزي في محافظه قولي لا، مش عايزه تتجوزي راجل تفكيره غير تفكيرك من الاول قولي له لا، لكن ما نقعدش نعمل فيها ابطال وفي الاخر نضيع الدنيا وممكن يكون في اطفال هم اللي يدفعوا الثمن. اهلا بيكم في برنامجكم حكايات مع مروه عزام. اهلا بيكم مره تانية، وخلوني اخد تليفون واقول الو. الو الو، اهلا وسهلا، ازاي يا حضرتك؟ اهلا بيكي، انا بحبك قوي يا حبيبتي، ربنا يخليك يا رب. انا متابعاكي من زمان والله، وكان نفسي اصلا اجي احكي معاكي واتكلم، بس يعني خسر الظروف وقلت اكلمك المره دي. اهلا وسهلا، شرف لي، ربنا يخليكي. حابه تقولي اسمك؟
اسمي ندى. اهلا بيكي يا ندى، اتفضلي يا ندى. بصي هقول، انا عايزه احكي مشكلتي، بس انا عايزه اقول حسبي الله ونعم الوكيل في شخص انا كنت بعتبره كل حاجه بالنسبه لي، هو واهله دمروني ودمروا امي. عايزه اقول له نهار حسبي أبيض. الله ونعم الوكيل، انا عارفه ان هو الكلام ممكن يوصل له، بس انا يعني مشكلتي انا حاسه ان هي كبيره بالنسبه لي وبالنسبه لامي، بعد اللي حصل لها، بعد اللي حصل لها بسببي وبسبب زعلي وبسبب حزنها عليا، طب هي صحتها اتدمرت. قوليلي مين ده ومين اللي عمل فيكو كده؟ هو كان شخص انا مخطوبه له، هو جالي عن طريق حد كنا نعرفه اللي هو اصلا يبقى جوز اخته. هو قال لي ان في عريس وكده، وهو يبقى اخو مراتي فيجي يتقدم لك. فطبعا احنا حصل قعده تعارف وتعرفنا واتخطبت له، وقلت عليه غلبان وطيب وكويس ومحد ما فيش زيه، كان بيعاملني كويس. فقلت خلاص اكيد ربنا عوضني بعد التعب واللي انا بعدين اللي شفته، فانا اعتبرته حد كل حاجه في حياتي. اذاني هو واهله، اخته صاحبتني طول الفتره دي، بس اخته كانت انت عارفه بيقولوا كومنتات على الفيس اللي هو العامه الحبايه، هي نفسها بالظبط كانت بتتدخل في كل حاجه، اتدخلت في فستاني، اتدخلت في الكوافير بتاعي اللي انا كنت فيه. يعني ايه يعني ايه اتدخلت في فستانك؟ يعني هي اللي عايزه تختار الفستان اللي انت هتلبسيه؟ هي اللي كانت جاية معايا وهي اللي بتختار، هي الفلوس اللي كانت في ايديها، فلوس الكوافير هي اللي كانت في ايديها. إيه الطريقة، الهزار، انا بهزر معاها تتدخل تقول لي بعيدي عن اخويا، ما تحطيش ايدك على اخويا وانت بتتصوروا. دي جات معايا السيشن كانوا بيتريقوا عليا، هي وواحدة كمان من السلايف اللي كانوا موجودين. يعني هي كانت بمعنى الاصح هي اللي كانت الحما، مش حماتي، هي اللي كانت حماتي، مش هو، مش هي. وهي كانت متجوزة مخطوبة ولا لسه؟ هي متجوزة، هي أصلا سنها كبير قد أختي الكبيرة، وأنا كنت بعتبرها كده. جه مرة في التانية كنت بشتكي لأهلي وأقول لهم هي يا ماما بتضايقني وبتخش تتريق عليا في الكومنتات ومش عارفة ايه. تتريق كانت تقول لي عليكي، يا بنتي تتريق عليكي في الكومنتات في الفيسبوك؟ يعني و تعمل ايه؟ يعني تكتب ايه مثلا؟ يعني انا منزله انا وهو صوره كده، وكنت حاطه ايدي على كتفه اللي هو نبين الدبله، فتقول لي شيلي ايدك من على اخويا يا بت في الكومنتات. في الكومنتات. وقبل كده قالتها لي في نص الشارع، وكان صوتها قد كده، كان عندنا في قلب الشارع وكنا واقفين انا وهو، فانا كنت هو كان مش معاه شنطتي فانا باخدها منه، فهي قالت لي شيلي ايدك من على اخويا يا بت. وكانت طول الفترة دي أنا صاحبتها والله على أساس إن هي أختي، وكنت بقول لها أنتي زي أختي الكبيرة وكده. فهي كانت طول الفترة دي بتقول لي أنا عايزة أتجوز واحد زي خطيبك، طبعا أنا مش هجيب اسمه. وهي فهي متجوزة. هي متجوزة، هي متجوزة، بس في حاجة حصلت. هي كانت مصاحباني وحكت لي سرها، إن هي كانت بتخون جوزها. هي كانت بتخون جوزها، وأنا عرفت الموضوع انا حسيت ان الموضوع فيه حرمانية جامدة قوي. فانا سألت حد يعني شيخ عندنا، شيخ الجامع، وانا رحت قلت له انا اعرف حد قريب مني، وان هي اخواتها 5 اصلا صبيان، وعيب ان هي بتعمله، وجوزها انا عارفاه يعني اهلي عارفينه من وهو عنده 3 سنين جوزها، وهو شخص كويس وغلبان جدا جدا، واللي هو اصلا مهنيها. فهي فالشيخ، انت فتنتي عليها؟ لا والله العظيم انا هكمل لك الموضوع ثانيه واحده. انا الشيخ قال لي ما تفضحهاش، بس انت لو هيجي لك ضرر منها ابعدي عنها. تمام. انا بعدت عنها لاني كانت ساكنه في نفس المكان اللي انا ساكنه فيه. انا بعدت عنها، بعدت عنها فتره، لقيتها كلمتني تاني شات واتس. فبعدها بيوم خطيبي جه قعد معايا، انا دخلت اعمل له شاي، لقيته فتح التليفون وشاف كل حاجه، شاف ايه؟ شاف الشات الرسائل اللي بينك وبينها؟ وهي بتحكي وانا اصلا كان في كلام بينا قبل كده، وقلت لها انت لو عندك مشاكل مع جوزك انا ممكن اجي اصلح بينكم. بس واحدة واحدة بس، استنيني. هي ماشي. بتحكي كلام خطير زي ده وهي بتقول ان انا بخون جوزي، بتحكيه على الشات؟ وقالت لي اوعي تخلي خطيبك، اوعي تخلي اخويا يمسك التليفون. انا قلت لها ان هو اصلا ما بيمسكش التليفون ولا بيشوف الشات بتاع الواتس، لان دي حاجة تخصني انا، ما فيش حاجة عندي اصلا. انت اكيد عامله باسورد للموبايل.
انا عامله باسورد، بس احنا كان في ما بيننا قبل كده ان هو خد عمل بصمه عنده وانا عندي بصمته، فانا سبت له التليفون عادي جنبه، وهو كان اصلا عايز بيفتح التليفون عشان ياخد رقم الدكتور، طيب فهو فتح. هي كانت بتضايقك قبل ما خطيبها قبل ما خطيبك يشوف الشات، ولا ابتدت تضايقك لما حست ان انت كنت سبب ان المستور لا يتكشف؟ من اول الخطوبه وهي كده، هي من اول خطوبه وهي كده، بس انا بدات اصاحبها في الاخر، واللي هو اصلا ايه بدات تهدى معايا شويه، وهي لما بقت تيجي تحكي لي عن سرها وانا ما بقيت اقول لها طب انا هاجي واتكلم مع جوزك، اصلا انا عيب اللي انا طيبه شويه وما كنت بسامحها عادي، يعني اي حاجه منها كنت بعتبرها هزار وخلاص. تمام. واخوها عارف كل اخوها المستور. عارف كل حاجه، اخوها عارف كل حاجه، فهو انا طبعا ما اعرفش ان هو عارف، بعدها خد بعضه ومشي على طول. فتاني يوم لقيت هي ومامتها بيكلموني في التليفون ويقولوا لي حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، انتي اللي حكيتي ليه وانتي السبب، انتي ازاي ما تمسحيش الشات، انتي وانتي وانتي وانتي. فانا قلت لها انا همسح الشات ليه، انا ما اعرفش والله العظيم، والله العظيم ما اعرف اللي انتوا اللي هي اللي هو زعق معاكم في اي حاجه، طب افتحي الكاميرا وهحلف لك على مصحف دلوقتي اللي انا ما اعملش كده. وقعدت تزعق لي مامتها، وبقت تشرشح لي والله العظيم واقسم برب العزه، بقت تشرشح لي كاني ست كبيره قدامها عندها 50 سنه. طب قوليلي قوليلي أسرع، وصلتوا لفين ماشي. دلوقتي؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل لمامتك؟ بعد استنى ثانية بس، هو بعد ما حصل، بعد ما كلمتني قالت لي ان انتي اللي بتكلمي رجالة مش بنتي، وقالت لي ان انا بنتي متربية، انتي يعني بما اللي هو ايه، انتي انا بنتي برقبتها برقبة الناس كلها عندكم، المنطقة بتاعتي كلها عندنا. يعني هي اللي بنتها بتعمله قالت ان انت اللي بتعمليه. فانا رديت عليها وقلت لها ده اصل الرد دوت هو اللي بنى عليه المشكله، قلت لها يعني انا دلوقتي اللي انا بقيت قلة الادب وانا اللي بتكلم مش بنتك، جميل. ايه اللي حصل؟ الموضوع باظ؟ ماما بقى ايه زعلانة الموضوع ليه؟ باظ، الموضوع باظ، وعملوني مشاكل جامده قوي، وهو بقى يشتمني بعد ما كان واقف في صفي، بقى يشتمني وكلام قليل الادب، ويقول لي تيجي تصالحي اهلي وانتي انتي ما انتيش اصلا، انتي واحده انتي واحده بجحه، واهلك ما عرفوش يربوكي التربيه الصح ومحدش بينصحك، وانتي 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 وانتي. فبدا اللي هو يتغير معايا بعد ما كان واقف في صفي والموضوع وقال لي انتي ما الموضوع قلتيش خلص، حاجه، فسختي الخطوبة. فسخت الخطوبه بسبب ان هو انا على فكره انا قال لي تعالي صالحي مامتي ولا او نسخ الخطوب، انا كلمتها وصالحتها مع اني ما عملتلهاش اي حاجه، وكلمت اخته واتنططوا عليا وبقى يكلموني بكل قرف، وانا جميل. كلمتهم. قوليلي سؤالك عشان أقدر أفيدك. أنا سؤالي إن ماما صحتها اتدمرت بسببي، ماما مش هتقدر تمشي على رجلها تاني أصلا. من الزعل عشان الموقف ده مامتك اتأثرت؟ ماما اتأثرت جامد، جه شتمني في قلب بيتي قدامي وقال انتي أسلوبك زبالة قدام بابا وماما، وقال لأختي، قال لها أنا ما حد من ساعة ما شفت من ساعة ما دخلت بيتكم أنا ما شفتش حد ضرب أختك بالقلم على وشها، وقال لها عيب اللي انتي بتعمليه، مع ان انا عملته بعملة زي، والله العظيم والله العظيم انا عملته معاملة كويسة جدا، لا حول انا ولا كنت قوة إلا وقفت بالله. معايا اكتر من اهله والله العظيم في الخطوبة، مرض. الخطوبة كانت قد إيه؟ دي الخطوبة سنة وشهرين بالظبط، طيب كل واحد راح لحاله. واسمعيني كل وقت اسمعيني، طبعا ربنا يشفي مامتك يا رب وياخد بإيديها، لأن يعني أكتر حاجة زعلتني في الموضوع هو إن مامتك تعبانة. طبعا الموضوع ما كانش يستاهل إن مامتك تتعب، لأن موضوعه خلص. خطبتي، اختلفتوا في وجهات النظر، هم بنوا على اخلاقهم، انت برضو اخطأتي، عشان ما انكرش ان انت اخطأتي عشان ما تعفيش نفسك من الخطأ. بصي يا حبيبتي، انت واحده امنتك على سرها، وانت قبلتي انك تسمعيها. على فكره انا عايزه اقول حاجه مهمه قوي، طالما قررتوا ان انتوا تسمعوا يبقى لازم تكونوا قد الامانه، لا اما لو انتوا ما بتعرفوش تصونوا سركم ولا سر غيركم قولوا معلش اعفينا ما تحكيليش، انا ما بحبش اسمع اي حاجه، انا ما بصونش سري عشان اصون سرك. هتقولي لي انا ما قلتش، هتقولي لي ده هو اللي مسك التليفون. لا، الموضوع هي حتى لو انت مظلومه في بعد جواها، ده هي اللي قصده انها توري له، لان هي مفروض تمسح الشات اول باول. يعني امتى عارف الباسورد بتاعها ده؟ وطبعا انت بتتكلمي في محادثه طويله، فده مسك التليفون قرأ كل المحادثه دي، فممكن تبان انها متدبره حتى لو انت مظلومه. فالتجربة دي تعلمك
ان انتي تصوني السر، تعلمك ان انتي لو مش قد ده ما تسمعيش حاجه لانك مش ضامنه ايه اللي يحصل، تعلمك كمان ان انتي لما تدخلي في اي علاقه مهما كان اهل زوجك مهما كان اهل خطيبك خلي فيه تعامل بحدود، كويسين لنفسهم وحشين لنفسهم، خلي فيه تعامل برقي، ما ندخلش ببعض قوي، ما نقعدش نحكي لبعض كل حاجه فيحصل موقف زي ده نفضل بقى ايه نقول انتي اللي فيكي، لا انتي اللي فيكي. مامتك طبعا دعميها طول الوقت، قولي لها يا ماما قدر الله ما شاء فعل، اللي حصل ده الخير، انت ما تعرفيش لو كنت كملت في العيله دي كان ممكن يحصل لي ايه، انا ممكن كنت ارجع بمصيبه كبيره، خاصه ان العيله دي موقف بينها قد ايه هم ناس مش على قدر من الرقي ولا الاحترام ولا الاخلاق. ست بتخون زوجها، ربنا يسهل لها ويهديها، ولكن الموقف صعب، وطبعا خطيبك كان في موقف صعب لان هو اتقال له عليكي زي ما انت قلتي او هو شاف على اخته فكان عنده تضارب فبالتالي جه عليكي انت لانه ما يقدرش يجي على اخته، قدر الله ما شاء فعل، ربنا يسهل لهم يا رب. ادعمي مامتك طول الوقت ومش ده الموقف اللي صحتها تروح عشانه، ربنا يشفيها ويعافيها وده نصيب ومكتوب ومتقدر، اهم حاجه تفضلي جنبها وتدعميها باذن الله. خلوني اطلع فاصل وارجع تاني مع حكايات مروه عزام. اهلا بيكم مره تانية، وخلوني اخد تليفون واقول الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. علي صوتك لو سمحتي عشان اسمعك. أيوة سمعني كده؟ اه سامعاكي، اتفضلي. حابه تقولي اسمك؟ لا معلش. اتفضلي احكي انا معاكي. دلوقتي انا متجوزه بقالي 10 سنين ومعايا اطفال. بس مشكلتي ان جوزي مش عايز يخليني اروح لمامتي وعايز يقطعني منها خالص، والدتي دي عندها القلب لا حول ولا قوة الا بالله. ما غير اخو واخته صغيرين. وليه القسوة دي؟ ليه الجفا ده؟ هو مش عايز، هو ما دام عمل مشكلة معاهم لا انت ما تكلمهمش، والمفروض ان انت اتجوزتي اصلا يعني ممنوع بقى خلاص، يعني بيت ابوكي ده انا خدتك خلاص كده، ما بقاش ليكي حد تاني غيري انا واهلي ومامتي. هو ده مفهومه هو ده مفهومه عن الجواز؟ اه مامته وهي بصراحه اللي مفهماه ان هو المفروض الست تقعد في بيت جوزها زيه وزي سلايفها وكده يعني. ما انت قاعده في بيت جوزك، انت بتروحي لهم زيارات. ما هو بقى انا لو رحت مثلا كل اسبوع مره دي كتير، المفروض ان انت ما تروحيش غير كل فين وفين زي سلايفك اللي معاكي او انا نفسي. وسلايفك بيروحوا كل قد ايه؟ لا ما تقريبا ما بيروحوش خالص لان هم اتاخدوا من محافظه لمحافظه. بس اهلهم اللي وافقوا، انا اهلي ما رضيوش. ما رضيش ان انا اروح من مكان لمكان. يعني انت قريبه من اهلك؟ اه قريبه، مسافر بالظبط ربع ساعه بالكتير بقى عندهم. هم مسافه 6 7 ساعات لو سافروا. طبعا انا عندي كمان حماتي مسيطره على جوزي ان هي ايه، لا انت المفروض هي تحكم، انت اللي تحكم كده، احساسها طول الوقت ان انا اللي مسيطره عليه، فعايزه تفهمه ان انا اللي لا هي اللي مش هي كلامها كده. وانا مامتي تعبانه عندها القلب وبيجي لها ازمات وساعات جلطات، انا ساعات مامتي ما بترضاش تعرفني ان هي في المستشفى، واخواتي بعرف بالصدفه لان بتخاف عليا لازعل ويجرى لي حاجه وكده، وجوزي بيبقى نفسه عارف ان مامتي تعبانه ما بيقوليش إيه، مثلا لو هي قالت له لا ما تقولهاش هو خلاص بقى ما اقولهاش. واحيانا بتبقى في الفجر في المستشفى وانا ببقى مثلا عرفت بخاف صحية اقول له وديني. يعني انت عندك انت اخواتك صغيرين؟ لا مش صغيرين، هو ايه اللي احنا متجوزين بس فاضل 2 مع ماما، ولد وبنت، ايه في 27 وفي 25 في الارقام دي. بس يعتبر هما الاثنين برضو مش كبار قوي كفايه، وانا مش هقول كبير قوي بس برضو ايه كم. هما بنات اللي باقيين ولا اولاد؟ لا اخواتي التانيين ولاد. احنا بنتين اتنين بس، فالتانيين برضو ولاد، فهو اخويا ده بس واختي دي بس اللي قاعدين معاها. فطبعا هي بتتعب كتير وبتزعل بقى لما للاسف انا غصب عني بشتكي لها من اللي انا فيه، مثلا حاجه مزعلاني كده مضايقاني في جوزي كده، بتتعب بتزعل. ف
لو انا تعبت وانا ما قدرتش اروح لها بتعب انا اكتر وبزعل. أكيد لو جيت قلت لها معلش صلة الرحم وكده وترضاش يحصل في امك، وهي والدته مش كبيره جدا زي مامتي، يعني انا مامتي اكبر منها، فلا ما تروحيش مش عارفه ايه. مره كان عندها غلطه إيه ما خلانيش رحت، يعني لا بيحاسبني حول لا ولا ما قوة انت إلا هتروحي لها بالله، ليه، لو رحتي لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه إيه القساوة دي؟ إيه الجحود ده؟ في اي حد يعني عارف إن مامتك عيانة وعندها جلطة، مش عندها الإنفلونزا، عندها جلطة، ما انا وقالك لأ؟ بصراحه غصب عني ساعتها قلت له على فكره ده كاس وبيدور، يعني ممكن يلف يجي عليك ما تعرفش عليك وبناتك. كان عندي اولاد وبنات فانا بعرفه وفهمته بكل الطرق بالدين. طيب هو قالها لك مباشرة مش هتروحي لأمك وماليش دعوة هي عيانة أو مش عيانة؟ هو كمان حلف عليا بالطلاق كذا مره بسبب مامتي دي مرتين، وقلت له اخر مره دي لو حصلت بجد، لو طالت ان انا مامتي هتموت بكره وانا هروح النهارده، يبقى انا اروح النهارده عندها وتطلقني وهي تموت بكره، يوم ان انا بقى تحت رجليها وهي بتموت. ربنا يبارك يعني فيكي وصلت يا رب، ربنا وصلت يبارك ده فيكي. عندك ولاد منه قد ايه؟ ايه 4. أربعة. طب قولي لي سؤالك. هو المشكله في كده ان هو مش عايزنا نروح، وطبعا اللي للاسف اللي مقسم الموضوع ومزوده أمه مامته، المفروض ان اخدمها هي بس، ابقى تحت رجليها هي بس. طب ووالدتي دي انا ما عنديش بيخدموها حد زيكم مثلا، انا بعمل لك، هي ما حدش يعملها غير اختي، ودي وحيده وصغيره اختك طبعا زوجها بيسمح لها تروح. ما اتجوزتش، ما اتجوزتش دي بنت، اختك لسه اللي قاعده معاها. بنت، طيب بصي حبيبتي، مش عايزه ارمي عليها كل حاجه. طبعا انا اسمعيني ويا رب افيدك. انا لازم اكون متفقه معاكم ان مفيش حد في غلاوه الاب والام، ومش ده كلامي، ده كلام ربنا. ربنا حطهم في منزله، ما حطش حد في المنزله دي غيرهم. ربنا قال لنا ان دول بالذات عشان يبقى عندك اتزان وعشان تعرف تعيش في الدنيا وربنا يرضى عنك في الآخرة لازم ترضيهم، وحط رضاهم رقم واحد للحياة عشان تعرف تعيش تمام. ودايما هتلاقوا اللي ابوه وامه غضبانين عليه هو مش متزن، حياته مش مظبوطة، حياته مليانة مطبات وحفر. زوجك ما يعرفش ربنا، واي حد يقولك اعصي ربنا وما ينفعش ان انت ترضي مخلوق في معصية الخالق، واللي جوزك بيطلبه منك هي معصية مباشرة، لما يقولك ما تبقيش بره بأمك، لما يقولك أمك تبقى بين الحياة والموت والله مش قضيتي، لما يحلف عليكي بالطلاق بعدم برها ده حرام شرعاً، ده صلة رحم، من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، ما ينفعش، ربنا اللي قال لنا كده. ومش صلة رحم إنهم قرايب من الدرجة التانية ولا التالتة، دي الأم قرابة درجة أولى، أقرب حد ليكي، أقرب لك من أي حد في الدنيا. فأمك لازم تزوريها وتبريها وتهتمي بصحتها، ولو بترتاح في وجودك لازم تكوني معاها وتريحي قلبها. هو بقى اتربى غلط، اتربى ببيت فيه مرض نفسي، لأم للأسف ما عندهاش دين، ما تعرفش تقولي يا ابني عيب، يا ابني اللي ما درناهوش على أولادنا وما نرضاهوش على بناتنا، ما نرضاهوش على بنات الناس. أم ما تعرفش الكلام ده، أم اتربت على القسوة فربت حد قاسي، حد جاف. ما ينفعش إن أنت تطيعيه، لأن طاعتك ليه في موضوع زي ده هي فيها معصية لربنا عز وجل، لأن ربنا أمرنا بطاعة أهالينا وبرهم، وبرهم دي حطي تحتيها مليون خط. فلازم تروحي لأمك وتوديها حتى لو الأمر تطلب إن ممكن يحصل بينك وبينه انفصال، قدر الله ما شاء فعل، مش مهم. اللي زي ده تخافي من عشرتك معاه، اللي زي ده لو هو بقى سوت القلب دي ممكن يمنعك عن الدنيا كلها، ممكن أنت لما تكبري ويجرالك أي حاجة ما يبقاش حنين عليكي. هو ما عندوش رحمه، ما عندوش حنيه. لما يكون بينك وبين امك ربع ساعه وقلبه قاسي ما عندوش رحمه، روحي لامك اقعدي تحت رجليها. فده شخص قاسي واوعي تطيعيه، ولازم تروحي لامك لان امك ثم امك ثم امك زي ما امرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. المكالمه الثانيه، مين معايا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي استاذه مروه. معايا. ايوه يا فندم معاكي، اتفضلي. حابه تقولي اسمك؟ ازيك يا حبيبتي؟ اهلا بيك. اهلا وسهلا. اهلا بيك. انا ابني مبهدلني، لا حول ابني ولا قوه الا مبهدلني بالله. مبهدلني بجد بجد. بيعمل لك ايه؟ هو صغير كان عنده 4 سنين، كان عنده اضطراب في السلوك،
وانا ما سكتش، كنت بعالجه وديته عند دكاتره كتير، وعندي روشتات كتير قوي، ورحت القاهره ورحت اسكندريه وفي كل مكان. ولحد دلوقتي كبر بقى، عنده 20 سنه. انا وديته مستشفيات برضو عشان يتعالج فيها، كذا مستشفى مش واحدة، وبفلوس كتير كمان، بس بقى يطلع يبقى كويس فترة ويرجع تاني. يعني ايه اضطراب في السلوك؟ اشرحي لي بيعمل ايه يعني؟ اضطراب في السلوك، سلوكه مش كويس، وكنت بعمل له تعديل سلوك، حاجة زي تعديل سلوك كده عشان يبقى كويس ويتكلم زينا وكده. فهو طول عمره عايز يبقى وحش، طول عمره عايز يبقى حاجة مش كويسة طول عمري. يعني انا ما يعني بعمل، معلش يا حبيبتي فهميني، يعني ايه عايز يتكلم وحش؟ هو سلوكه ماله؟ سلوكه بيشتم وبيسب وبيشتمنا دلوقتي، شتيمة انا وبابا طول النهار، شتيمة وحشة قوي ما تتقالش. وساعة ما اقول له الجيران والناس، يقول يشتم في الجيران ويشتم في الدنيا كلها. هو بيشرب مخدرات؟ بيشرب بانجو. يعني احنا نقدر نقول ان مش قصة اضطراب سلوك بقى، قصة لا انه لا، هو بيشرب مخدرات. قبل ما شرب، قبل ما شرب كان هو كده برضو، بس ما كانش زي دلوقتي. دلوقتي بقى حاجة ما صعبة، طبعا بقى حاجة صعبة، المخدرات خليته أسوأ. أسوأ. ما فيش عنده حنية، ما فيش عنده قلب ولا رحمة ولا أي حاجة، غير الحاجات اللي في البيت بيسرقها ويتعب. الرز أكل البيت، صحيني من النوم النهاردة يقول لي أنا سرقت المكنة، علشان انتوا بيستحق ان انا اعمل فيكوا كده، لا حول ولا قوة إلا بالله. علشان انا خدت منه، كان عايز تليفون، جبنا له تليفون، وبعدين حسينا جبناه قسط، حسينا ان هو هيبيعه، فطلبناه منه، قلنا له لا هاته، قال طب هاتوا الفلوس اللي انا دافعها، كان بيشتغل وكان كويس وزي الفل. وبعدين قال، قلنا له كام؟ قال 1000 جنيه. قلت له اتفضل ال 1000 جنيه بتاعك اهو. فبابا يعني بعد ما خد الفلوس راح صرفها على اللي هو بيشربه وعلى اكل وشرب والحاجات دي كلها، مفيش يومين وهات التليفون وزعيق وشتيمه وسب وبصي وتكسير في البيت. وانا عندي بنتين، يعني ما ينفعش كل الحاجات دي تتعمل قدامهم والالفاظ دي، ما ينفعش. والله اقسم بالله انا تعبانه من جوايا بسبب الموضوع ده. انت هو الولد الوحيد؟ لا، عندي ابن الكبير مخلص كليه السنه دي، وابنك الكبير ده مش قادر يقف له يقول له عيب؟ يعني لا، لو وتكسير لو الموضوع والده كبير. بيتطور، وممكن يكسروا اي حاجه، ممكن يكسروا اي حاجه. ممكن انا والله هخليكم على الحديد، انا هشيل الشاشات دي ابيعها، وهشيل كل حاجه ابيعها. انا يا اولاد ما اعرفش ايه، والفاظ ما تتقالش، مش عارفه بيمد اتعامل ايده معاه. على حاجة الناس بره، ولا انتوا بس اللي بياخد حاجتكم؟ لا، وحاجة الناس بره، بس بقاله فترة طويلة أوي ما بيمدش ايده عليها، بس دلوقتي بياخد رزنا عايز يبيعه، اي حاجة في البيت عايز ياخدها يبيعها كده، يعني عين عينك. وفي الاخر دلوقتي لقيته مخبيها وجايبها تاني، الحاجة اللي احنا ما بنشوفهاش بياخدها يبيعها. انا بجد بجد انا مش عارفه اقول لك الاحساس اللي انا فيه. انا طبعا مصدعه. انا فاهمه قوي وحاسه بمدى معاناتك. يعني ابن للاسف هو مخلي لك حياتك كلها جحيم. ابن عاق، هقول لك ابن عاق، ابن ما يعرفش ايه ربنا، يقول لك انا كافر. اعوذ يعني بالله. اعلمه يصلي، مش عايز يصلي، مش عايز تيجي تقولي له حاجه يدعي علينا، طب هو كلامه اتعرض وحش. لصدمه في حياته؟ يعني ايه اللي خلاه يوصل للجحود ده معاكم وحتى في علاقته بربه؟ ايه اللي حصل؟ هو عايز يبقى وحش، حتى كل الناس حوالينا هنا يعني بيقولوا له كلام كويس، وهو ما بياخدش بالكلام ده، مش عايز يبقى كويس، هو مش عايز يبقى كده. ورحت لكذا دكتور يقول لك هو عايز يبقى وحش. هو ما عندوش حاجة نفسية؟ لا، عنده حاجة نفسية، لا، عنده اضطراب هو كان نفسي. عنده هو صغير، بس هو لقاها وسيلة ضغط بيعرف ياخد اللي هو عايزه بيها. الموضوع دلوقتي أصبح تشغيل دماغ أكتر من مصيبته من هو طفل لما كان عنده اضطراب سلوك. طيب أنا عايزة أوضح لك حاجة مهمة، اسمعيني، أهم حاجة تبقي عارفاها إن أكيد ابنك بيشرب حاجة أكبر من البانجو اللي أنت قلتي عليه ده. أكيد بيشرب مواد مخدرة أكتر، عشان كده هو بقى يحتاج للفلوس قوي، وبقى طول الوقت عايز يزود في الجرعة أو يجيب الجرعة. طبعا الحاجات دي مش رخيصة، فبالتالي هو ما عندوش حل غير إن هو
يفرض ضلوع عليكم ويعلي في صوته ويقل في ادبه عشان يقدر ياخد منكم. اللي بياخده بالعافيه بياخده، واللي بياخده بالذوق بياخده، واللي بيسرقه بيسرقه. فهو للاسف ابن عاق زي ما انت قلتي، ابن ما ينفعش ان هو يبقى في وسطكم. فانا بتمنى بتمنى ان انت لو عمل اي حاجه او تطاول عليكي اكتر من كده، انت ووالده لازم تروحوا تعملوا فيه بلاغ، وفي اقرب اسم تحرروا محضر. على فكره الحاجات دي ما فيهاش تهاون. لما تصوري فيديو هو عمال يعلي في صوته او يمد ايده وتروحي تقولي ده بلطجي معانا، ده بيسرقنا وبلطجي معانا، ابنك محتاج حد يربيه. للاسف يمكن انتوا تعاطفتوا معاه وهو طفل، حسستوه طول الوقت ان يا حبيبي سلوكك ده نتيجه مرض، فهو لقاها لعبه، شغل دماغه، لقاها اسلوب لطيف بيخلي الناس تطيعني وبيخلي كل اللي انا عايزه يحصل، وفي الاخر تحت مسمى انا عندي اضطراب سلوك. لكن هو فاهم هو بيعمل ايه كويس قوي، فاهم انه هو لما بعوز حاجه اللي مش هاخده بالذوق هعرف اخده بالعافيه، واللي عندكم اعملوه. فيعني ربنا يا رب يعفيكم من هذا البلاء. وزي كده سوره الكهف لما ربنا ذكر لنا في كتابه العزيز الغلام اللي كان شقي وكان متعب جدا لاهله، واهله كانوا ناس صالحين، لما حصل في سوره الكهف وتم قتله رحمه باهله. فيا رب يا رب يرحمكم من هذا العذاب، ايا كان الرحمه هتجيلكم ازاي، اذا كان ان هو يبقى الحبس فيه رحمه بيكم وهدايه ليه، حتى لو لا قدر الله الموت اللي ربنا كاتبه لكم ويبقى فيه خير ليكم وصالح ليكم يا رب يكتبه لكم. تاني حاجه تصدقوا، تصدقوا بنيه الفرج، تصدقوا بنيه ان ربنا يشيل هذا البلاء ويرفع هذا البلاء. مهم قوي تعملوا ده، لان الصدقه بتداوي اي حاجه وحشه في حياتنا، بتداوي المرض وبتداوي العقوق، بتداوي كل شيء. فتصدقوا قد ما تقدروا عشان ربنا يا رب باذن الله يعفو عنكم ويرفع هذا البلاء. ولو اتكرر تاني صوروه وابعتي لي الفيديو، لو انت حاسه انها تقيله عليك انك تروحي تحرري محضر لو سمحتي صوروه، خلي اخواته يصوروه وهو بيقل في ادبه وبيعلي في صوته، الناس بتسمع كل الكلام ده، صوريه وهو بيعمل كل ده، وساعتها يتم نحرر فيه محضر عشان يتحبس، وساعتها ياخد عقابه اللي يستحقه، فيعرف الفرق بين معاملتكم ومعاملة الناس التانيين. ربنا يهدي لكم الحال يا رب، ويهدي الحال لشبابنا جميعا يا رب، ويجعلهم برين بينا، لأن من أصعب أنواع الابتلاء هو العقوق. لما تجيب عيل في الدنيا هو يبقى سبب شقائك في الدنيا وعذابك، لما تجيبي شاب أو شابة تبقي بتقولي يا رب خلصني وارحمني، خلصني منهم وارحمني حتى لو بالموت، تبقي قلب أم بيتعسر وهي بتدعي على ابنها أو بنتها عشان ترحم نفسها من العذاب. يا رب ما توقعنا في هذا البلاء، وارفع عن كل السامعين هذا البلاء يا رب العالمين. خلوني أطلع فاصل وارجع تاني مع حكايات مروة عزام. اهلا بيكم مره تانيه، ودلوقتي جت فقره الاسئله، والاسئله دي اسئلتكم اللي بتبعتها لنا على صفحه البرنامج. السؤال الاولاني واحده بعته بتقول لي حبيبي من ايام الجامعه بيهددني لو ما رجعتش اكلمه هيكلم خطيبي ويحكي له اللي كان بينا، وان هو مش اول حب في حياتي، وهيبعت له صورنا، هي صور عاديه بس انا خطيبي بيغير عليا جدا، ولو عرف ان كنت بحب حد غيره هيسيبني، اتصرف ازاي؟ اولا لازم تكوني مؤمنة ان الجواز رزق، ولو خطيبك مكتوب لك انه هيسيبك هيسيبك، لكن فكرة انك تخضعي وتستسلمي لابتزاز حد هي دي الفكرة المرفوضة. انت اللي مفروض تحكي لخطيبك، وانت اللي تسبقي وتقولي له انه كان ليكي علاقة في الجامعة وكان ده شاب معاكي وكان في مشروع ارتباط وخطوبة، لكن لما لقيتيه غير امين ومش محترم ولا يؤتمن على العمر اللي جاي قررت ان انت تبعدي عنه. سبقي قولي ده عشان هو بتصرفاته الرخيصة لو حب يبين له أي حاجة يبقى أنت اللي بدأتي وحكيتي قبل ما هو يقول له أي شيء. قولي بس زي ما قلتلك بالظبط، احكي له بمختصر إن كان في مشروع ارتباط لكن فشل لما لقيتيه شخص غير أمين وأخلاقه غير محترمة، سابك يبقى أنت ربنا كرمك، لأن شخص زي ده كنت هتتعبي معاه في اللي جاي، لأنه هيبقى بيدقق في التفاصيل، شكاك، بيخاف، غيور، ما سابكيش
يبقى شخص يحترم وتحافظي عليه وربنا يكرمكم في حياتكم اللي جايه. السؤال الثاني، مراتي بتخيرني بينها وبين امي، مش راضيه تخدمها ولا تقعد معاها في البيت، وبتقولي شوف حد يخدم امك، انا مش خدامه، اتصرف ازاي؟ طيب مراتك عندها حق؟ هو ليه انتوا لما بتتزوجوا بتبقوا فاهمين ان انتوا جايبين الستات دي من بيوت اهاليها عشان تخدم امهاتكم؟ الثقافه دي ثقافه غلط انتشرت، لكن هي مش صح. انت متجوزها عشان تكرمها، عشان ترحمها، مش عشان تخدم امك. ده اساسا شرعا لو قدرت توفر لها اللي يخدمها وعندك القدره الماديه يبقى لازم توفر لها، لكن فكره ان انت جايبها بالامر هتخدمي امي، مفيش حاجه بتتعمل بالاجبار. ممكن تتعمل بالحب، تتعمل بالرحمه، لكن مش بالامر. مراتك واضحه وقالت لك بالمختصر المفيد، انا مش هقدر اخدم امك. انت كمان خليك واضح، شايف انها مناسبه ليك كمل، وتصالح مع الموقف وقولها من وقت للتاني بري امي، اخدميها بس حاجات بسيطه عشان دي امي وبتعملي كده عشان خاطري، وتكون بتطلبها منها بتسيب خاطر كده، بتطلبها منها وانت على استحياء، لان هي مش ملزمه بخدمه امك. امك اللي اولى بخدمتها هم اولادها مش مراتك. فمراتك ست واضحه وست فاهمه هي عايزه ايه، انت كمان خليك واضح. ولو شايف ان مراتك مش مناسبه لو سمحت سيبها في حالها عشان ما يحصلش مشاكل بعد كده، احنا في غنى عنها. طيب السؤال الثالث، بتقول انا اكتشفت ان جوزي اتجوز عليا، هو مش مقصر مع العيال في حاجه من ناحيه المصاريف، بس انا قلبي وجعني قوي وحاسه اني مقهوره، وفي نفس الوقت خايفه اقول له يبجح ويبقى الموضوع عادي، لان هو واخد باله قوي قوي ان انا معرفش، لدرجه انه ما بيروحش لمراته الجديده كتير، لكن انا مش قادره اسكت ومش متخيله انه يكون مع غيري. عارفه انه احساس صعب، احساس اي ست زوجها بيتجوز عليها احساس صعب واحساس بيوجع قوي، لكن لازم نسلم لامر الله، ده شرع ربنا، وما نقدرش ان احنا نقول على حاجه ربنا شرحها، لا، شرع ربنا ما فيهوش جدال. فكون ان انت بتتوجعي ده امر طبيعي، انت بتقولي ان جوزك طيب وبيتعامل بما يرضي الله ومش مقصر في مصاريفكم، في حاله ان انت شايفه انك لو هو عارف ان لو انت قلتي له او هو عارف انك عرفتي ده هيفقد هيبه الموقف، خلاص حاول ان انت تاجلي انك تعرفيه اطول فتره ممكنه، لكن وقت ما ده يحصل ويتعرف انا بتمنى انك ما تخربيش بيتك. وطبعا دي نصيحتي، في ستات بتقدر وفي ستات لا، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. الست اللي حاسه انها مش هتقدر ان جوزها اتجوز عليها والموضوع ده ممكن يخليها تصاب باكتئاب او مرض نفسي، ابعدي. لكن لو انت قادره تتصالحي وعندك كده هدوء نفسي وربنا صالحك مع الموقف، عيشي وكملي طالما راجل كويس وطالما بيعاملك بما يرضي الله. واهم حاجه انك انت اللي تخلي جوزك يعدل ما بينكم عشان ما يظلمش، وانت تبقي عليكي وزر معاه. الحلقه خلصت اوام، عايزه اقول لكم الطاف الله تجري ونحن لا ندري، في كل شر يقع بنا خير سنكتشفه لاحقا. السفينه اللي في سوره الكهف لو لم تسقب لاخذها الملك غصبا، وخسر الفقراء مصدر رزقهم، والغلام لو لم يقتل لشقى وشقى اهله من بعده، حتى الجدار لو لم يقم لضاع حق اليتيمين. فربنا حنين قوي، ورب الخير لا ياتي الا بالخير. ثقوا قوي في رحمه ربنا، واعرفوا ان طول ما في رب ان شاء الله ما فيش كرب. بحبكم في الله، وموعدنا دايما بتكون جمعه وسبت وحد الساعه 10 مساء، والقعده من الحد للثلاث الساعه 3 صباحا، والارقام هتنزل قدام حضراتكم تقدروا تشاركونا بمشاكلكم. استاذه داليا علي واستاذه حنان عبد العزيز هيقدروا يردوا عليكم طول الوقت، وربنا يجعلنا دايما عند حسن ظنكم. تحياتي ليكم، مروه عزام.